ياريت لو عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم جميعا، والنهاردة في فيديو جديد من احلى وصفة مع منى، كيف تزرع سلسلة كيف تزرع في البلكونة. دي زرعة البتنجان اللي احنا زرعناها، ففي كان حاجة مهمة لازم تتعلموها وانتوا بتزرعوا دايما، واحيانا بتحصل احيانا شايفين الورقة دي فيها حشرات كده، يرقات حشرات، دي ساعات بتعمل حشرات. طب ارش ايه؟ ايه المبيد الطبيعي اللي انا هقدر اعمله في البيت وهرشه على الزرع بتاعي عشان الزرعة بتاعتي ما تموتش؟ ده كان مهم جدا. اهو انا عملته، ده عبارة عن ايه؟ اهو بحطه في ازازة كده، عارفين الازازة دي اللي بتاعت الصبغة او اي ازازة اي بخاخة، دي كانت ازازة صبغة عندي فاضية. هو عبارة عن ايه المبيد الطبيعي ده؟ ده عبارة عن زيت ثوم، زيت ثوم، وبتحطوا عليه صابون، صابون سائل بتاع المواعين، يعني المكونين اتنين، زيت الثوم وصابون اللي هو السائل بتاع المواعين، وبنخففهم بشوية مية، وبنخففهم بشوية مية، وبيبقى كده اهو، هو الازازة كده. ليه بقى؟ زيت الثوم بيطفش الحشرات زي مبيد طبيعي للزرع، ومع الصابون برضو، الصابون السائل اللي هو بتاع المواعين ده، اي صابون سائل بتاع المواعين برضو فيه مادة، الصابون السائل بتاع المواعين برضو فيه مادة بتموت الحشرات. اهو بصوا شايفين اهي الحشرات، هي رقات، هي جت. هنعمل ايه؟ هرش الاول اهو، اهي الورقة اهي المتصابة او الزرعة اللي اتصابت بالحشرات او اليرقات، وهبدأ ان انا المبيد اللي انا قلتلكوا عليه مكونات اللي هو زيت الثوم مع سائل المواعين، قدرها الاساسية معلقتين من الثوم، زيت الثوم يا ربي، معلقتين من زيت الثوم، ومعلقتين كبار من صابون بتاع المواعين، لانه برضو في مادة بتطفش الحشرات اهي شايفينها اللي اصابت الزرعة، وهخففهم بشوية مية بس، يبقوا حبة قد كده، يعني معلقتين كبار من زيت الثوم مليانين على معلقتين كبار من الصابون بتاع المواعين اي نوع، وهخففهم بمية كده يا دوبك، بس يخفوا كده. بصوا يبقى كده القوام اللي انتوا شايفينه ده كده في الازازة. وهبدأ اهي، بصوا بقى اول ما تتحط هتطفش خالص، هتمشي او احط، هو في هوا النهاردة فايه اهو، عشان تشوفوها الكاميرا بس الورقة ما تطفش، هتمشي خالص، هتلاقي الحشرة هي هتبدأ هيطفشها، هتمشي، هتتحرك وهتمشي، مش هتيجي تاني على الزرعة بتاعتي ومش هتموتها. ممكن بمنديل كده احنا نبدأ نشيلها، نشيل برضو اليرقات، ان اليرقات مش بتمشي، البيض بتاعها اهو شايفين اهو، ده اللي هو ده كده، اليرقات الخضرة دي، والحشرة هي الكبيرة تقريبا هي مشيت، هي بدأوا يتحركوا اهم اهم اهم، ان انا هحاصرهم دلوقتي، ده هيموتوا اهو، موتوا موتوا اهو، هيمشوا، استنى خليهم يشوفوا هما بيتحركوا، بيطفشوا من الموبايل، فهم بصوا بيتحركوا، مش عارفه الكاميرا جايباهم ولا لا، بس بصوا اليرقات بتتحرك، اللي هي بعض حشرات كمان بتبقى لونها خضرة، سبحان الله، واخده لون الزرعه، ما بتبقيش قادره، بس لما بتقولي دي حشره ولا ايه، بس اول ما بترشي البتاع دي بتبقى باينه اهي، استنى رش كده يمكن الكاميرا تجيبها بالظبط، وافتح الورقه كده تشوفها اهي، استنى انا بحصرها اهي بالمبيد اهي، ابعد كده اهي، هما دول بصوا بصوا لونهم اخضر كده، دول حاطين اهو المبيد الطبيعي اللي احنا عاملينهم، وبتبدأي لو هما يرقات لسه ما تحولوش حشرات ولازقين كده في القلب، في قلب الورقة اهي اهي اهي، اللي جوه النقط الخضرة دي يرقات، تشيليها بمنديل اهو، هنشيلها اهو بمنديل، وباقي لما بتبقى حشرات بقى مكتملة وطلع لها رجلين وكده، هي بتمشي عادي لوحدها اهم اهم، بصوا اهو شكلهم اهو على منديل، هي دي لازم تتخلصوا منهم بالطريقة اللي انا وريتهم لك دي، لان دي يرقات يعني بيت حشرات، بتطلع بعد كده حشرة كاملة خلاص، ورشرش بقى كده اهي على زرعتي عشان ما فيش حاجة تجيلها، وده لا بيموت بقى الزرع ولا بيعمل حاجة، هو برشرش اهو عشان ما يجيلهاش بقى جميع الاوراق، ارشرش كده علشان جميع الاوراق ايه ما يجيلهاش ايه يرقات، وهو لا ده بقى طبيعي، لا بيموت الزرع ولا حاجة، ومش مكلف،
زيت الثوم وحبه صابون عليه من صابون الغسيل المواعين اللي هو زي الجل، صابون المواعين بتاعنا ده تحط عليه وبس، وبتبتدي تشيليهم وخلاص. هي كده احنا عالجناهم. بصي هم بنشيلهم اهو، شايفين اهي دي كلها بيض اهي، وفي منها بتتحرك اهي بتنط اهي اهي. بس خلاص، ولازم دي تعملوها علشان ده مبيد طبيعي للزرع او النبتة بتاعتنا، وحاجتك هتطلع ان شاء الله زي الفل، سواء طماطم بتنجان، احنا دايما بنزرع من بلكونة وبنحصد منها يعني بطاطس كل ده. فده كان فيديو مهم حبيت اقوله لكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو الجاي. ولو زرعتوا حاجة قولولي، لو عايزين نصايح لو اي حاجة برضو اكتبولي هرد عليكم. وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، زرار اللي هو تحت الفيديو. وبحبكم قوي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. مع السلامة.